صراحة كان نفسي اقعد اصوت لك اقول لك يا اللي بيحصل معانا ده كتير، اللي بيحصل ده ظلم ظلم ظلم. جمهور برشلونة هيفضل لحد امتى بيتحمل كل ده؟ جمهور برشلونة عمال يتهزق كتير كده، حرام اللي بيحصل فينا. بس بصراحة الحوارات دي افورة، والحوارات دي هتقول لك ان انا اتصدمت، مع اني مش مظلوم ولا حاجة، بالعكس انا راجل متقبل فكرة ان احنا نروح نلعب يوروبا ليج، وعلى الله نعرف نعمل حاجة في يوروبا ليج. بقى ليه بقى؟ انه معلش يعني نقعد نتكلم شويه بالعقل والمنطق. العقل والمنطق بيقول ان احنا كده كده عارفين ان احنا هنلبس في الحيط، وان احنا ما كناش محضرين لاي حاجه خالص من مرحله ما بعد ميسي. والمشكله الكبرى في مرحله ما بعد ميسي هي افلاس النادي بسبب اداره العبقري والاسطوره بارتيمو. بارتيمو اللي بسم الله ما شاء الله كان مدمر كل حاجه، بنيه تحتيه ولمسيه وكل حاجه كانت ضربه منه، في مقابل ان فريق برشلونه بقياده ميسي كان بيقدر ياخد بطولات الدوري الاسباني، دوري ابطال اوروبا. كنا بنتنطط على فالفيردي ونقول مدرب على قده، بس لما مشي عرفنا ان ده واحد من اكتر القرارات اللي كنا فرحانين فيها بس ندمنا عليها، لان بعد رحيل فالفيردي اتكشف ان المشاكل ما كانتش مشاكل مدربين، المشاكل كانت مشاكل اداره، كانت مشاكل تخطيط للمستقبل، كانت مشاكل كتيره جدا بتقول ان برشلونه المشكله مش في الراجل اللي واقف على الخط، المشكله في الاداره والمشكله في العناصر اللي موجوده جوه النادي. لما فكرنا ان احنا نغير ونعمل حاجه جديده جالنا شخص من الماضي بيقول ان انا حاضر وعايز اكون موجود في رئاسه برشلونه. الناس كلها طبعا بتحب الماضي الجميل وقررت ان هي تروح تنتخبه. انت بتقول لي ايه علاقه كل ده بماتش بايرن ميونخ؟ القصه بتاعتنا طويله ومحتاجين نفهم احنا وصلنا لام المرحله دي ازاي. لما الراجل المنشبح الماضي ده جه اول حاجه قال لك انا هجدد لميسي، وبسم الله ما شاء الله اول حاجه عملها تخلى عن ميسي. قال لك بصوا احنا عندنا مشروع للمستقبل، والحمد لله رب العالمين اكتشفنا ان مشروعك للمستقبل فيستك، اللي هو مفيش فلوس ومفيش اساسا مشروع اقتصادي انت هتعمله، فمشروعك الاقتصادي اللي ببني عليه مشروعك للمستقبل ضايع، لان انت النادي مفلس. فانت دلوقتي تروح تشتري لعيبه ازاي؟ مش هتعرف تشتري لعيبه. فانت دلوقتي مضطر انك تشتغل تحت في لمسيه. كان كومان عمال يطلع لك لعيبه، بس كومان كان عنده مشاكل، وهي ان كومان كان راجل صريح. ممكن يكون كان مدرب على قده، بس كان راجل صريح جدا، يعني في عز ما لابورت ما كان بيقول ان احنا مرشحين للتتويج بالبطولات وهننافس على الدوري والشامبيونز ليج وهناخد الكاس وهنعمل، كومان كان بيقول ان الراجل ده كذاب وان الفرقه دي مش هتقدر تاخد اي حاجه وان احنا مش مرشحين لاي حاجه، فهو كان بيحس ان لا امشي معايا امشي معايا نفس الخط، انا بكدب على الناس وبقول ان احنا مرشحين، امشي معايا نفس الخط، انا بقول لك خد حاجه، احنا عارفين ان احنا نصابين مع بعض، انا مش بقول لك خد حاجه، انا بقول لك جاريني، انا اقول كده، انت قول كده. كومان كان بيقول لك لا، ان كومان كان عارف ان هو اللي بيشيل كل المشاكل من الصحافه والاعلام، كان بيهاجمه وبيهاجم التكتيك اللي بيلعب بيه وبيهاجم التغييرات اللي بيلعب بيها وبيهاجم اللعيبه اللي بيبدا بيها وبيهاجم افكاره وبيهاجم اللعيبه اللي هو بيطلب التعاقد معاها وكان بيهاجمه. فهو الراجل كان بيقول يا جماعه دي سياسه الاداره، الاداره هي اللي عايزه كده، الاداره من الاخر هي اللي كانت عايزه التجديد للاعيبه الكبار، الاداره هي اللي عايزانا نتمسك بالعناصر القديمه اللي كانت موجوده في الجيل التاريخي، الاداره اللي عايزه كده. وكان بيوصل رسائل في دوري ابطال اوروبا ان الفرقه محتاجه صلاحيات لمدير فني يلعب اللعيبه الشباب ويقعد اللعيبه الكبار. صلاحيات المدير الفني ازاي صلاحيات؟ ما هو مش كل حاجه في برشلونه المدير الفني اللي بيعملها، الاداره بتتدخل في اداره الفريق، يعني الاداره بتتدخل في اداره الفريق. كلامنا من ايام ساندرو روسيل، كلامنا مش دلوقتي ولا من ايام بارتيمو، لا كلامنا من زمان، حتى من ايام بيب لما حس ان في تدخل في شغله قرر ان هو يسيب النادي ويمشي. من بعدها واحنا قاعدين بقى نتدخل براحتنا وبنعمل كل اللي احنا عايزينه، جايبين مديرين فنيين كلاس سي وكلاس دي وكلاس ترمين تحت الحمام، جايبينهم مسكينهم النادي وكلهم بيبوسوا ايديهم ويشهدوا ان هم ماسكين النادي، فبيعدوا كل التدخلات الاداريه اللي بيعملها الاداره في الفريق. فوصلنا لمرحله ان احنا بسم الله ما شاء الله كومان خلاص الشد كتر عليه، الجمهور مش طايقه ورئيس النادي مش طايقه والنتائج مش طايقه، بس المشكله ان احنا ما عندناش فلوس نديله الشرط الجزائي. ربنا كرم بفلوس، لابورت قال لك امشيه. امشيه وراح اجيب مين؟ عنده مشكله بقى، لان كل ما يفوض مدرب يقول له وانا مجنون اجي اشتغل مع الجيل بتاعك ده دلوقتي، ومجنون اجي اشتغل مع شويه لعيبه تحت من لمسيه، انا مش مجنون اضحي بمسير ده. حتى بيرلو يا راجل ما رضيش يجي يشتغل في ظل العك اللي موجود عندنا ده. مين يا جماعه عايز يمسك برشلونه؟ في واحد بعيد موجود في قطر هنا عبيط كده نفسه يمسك النادي وهيبيض ويمسك النادي باي طريقه، صح؟ هاتوه تعال تعال، اسطوره من اساطيرنا، تعال تعال ارميك في ام الفضل اللي احنا فيه ده، امسك يا حبيبي اعمل كل اللي انت عايزه يا بابا. كالعاده الميديا لمعته وقالت لك ان هو هيجي وهيعمل وبسم الله ما شاء الله الجدول بتاعه مضغوط والراجل هيجي يكسر الدنيا والراجل هيجي يعمل كل اللي ما يتعملش دلوقتي، وعندنا مشروع بيب جديد وعندنا مشروع مدرب عالمي جديد.
هو انا سمعت النقع ده على من بعد ما اسمه ايه ده فالفيردي ومشي، سمعت النقع ده على كيكي، وسمعت النقع ده على الاسطوره كومان، فسمعت على حاجات كتيره جدا، ونفس النقع ده قالوه على تشافي بالحرف الواحد. طب يا جماعه، هل المشكله كانت في ام المدير الفني اللي واقف على الخط؟ لا، المشكله كانت في المشروع، المشكله كانت في العناصر. طلعت لي شباب من لاماسيا زي جافي ونيكو، وخليت الاعلام الاسباني يفضل ينفخ فيهم بطريقه غير طبيعيه، لدرجه ان الجمهور ايقنت ان العيال دي ممكن تعمل اي حاجه في الماتشات الكبيره. بس مع اول تحدي حقيقي ليهم في دوري ابطال اوروبا اتكشف ان هم ملط. قلت لا لا لا، عندي مشكله كده. العيال دي بتلعب نص ملعب، لازم الضوء يتسلط على اللعيب في الخط الامامي. انسو فاتي هو ده بديل ميسي، هديله رقم 10. اديت لانسو رقم 10، انسو نزل اتصاب، اصابته كانت طويله، نزل اتصاب تاني، نزل اتصاب تالت. حتى لما لعب ماتش بنفيكا، اللقطه الشهيره اللي اوتاماندي بيقول له هو انت ميسي الجديد بقى اللي بيقول عليه؟ ماتش بنفيكا لو لعبناه 7000 مره هنخسره، والماتش بتاع العوده لو لعبناه تاني وتالت ورابع مش هنكسبه، لان هي دي امكانيات لعيبتك. وقلناها قبل كده، ما ينفعش تنزل تلعب في دوري ابطال اوروبا بلعيبه 18 و17 سنه وتقول ان انا عايز اخد دوري ابطال. انت بتشغل نفسك، انت عندك لعيبه صغيره ما تعرفش ان هي تنافس على اي حاجه. اللعيبه الصغيره دي مفترض يسندها عناصر خبره. ميسي لما كان موجود، كان موجود معاه لعيبه عندها خبرات، كان موجود سامويل ايتو، كان موجود اول سنه رونالدينيو، كان موجود اول سنه لميسي كان موجود معاه لعيبه تشيله. بص اتفرج على بايرن ميونخ، بايرن ميونخ هم كل حاجه وعكسها بالنسبه لنا احنا. يعني بايرن ميونخ عندهم مدير فني شاب اه، بس رفض ان هو يمسك ريال مدريد قبل كده علشان خاطر كان حاسس ان هو هيترمي في النار وتجربه مش هتكون بتاعته، فرفض ان هو يكون متسرع. قال لك انا همسك ريال مدريد في يوم من الايام، بس مش دلوقتي، لان انا مش عايز اضحي بمسيرتي. الغلطه دي عملها تشافي، ما عملهاش ناجلسمان. بايرن ميونخ ما بيصرفش كتير، بس بيهتم بالبنيه التحتيه، البنيه التحتيه اللي بارتيمو باعها ورماها اساسا، وكان بيبيع اللعيبه الصغيره للانديه لمجرد ان هو يلم فلوس يصرفها على النور اللي كانوا موجودين في الفريق الاول. برشلونه فكرت ان هي تاخد دوري ابطال باللعيبه الصغيره. النهارده نادي سيمان نزل لهم اللعيبه الصغيره اخر 3 ساعه عشان خاطر يعرفوا هم فين، يعرفوا ان هم بعاد قوي عن اي حته بتقول ان هم موجودين ينافسوا الفرق التوب في دوري الابطال، وان هم موجودين في حته ده اخركم انكم تقعدوا تلعبوا يوروبا ليج. بس يا ترى تعرفوا تعملوا حاجه في اليوروبا ليج ولا لا؟ احنا وصلنا لمرحله سيئه، وصلنا لمرحله سيئه. هل تشافي اخطا تكتيكيا؟ لا يا باشا، تشافي ما اخطاش، تشافي هبط براحته. انت بص اتعلم يا بابا، اعمل اللي انت، مش انت الوحيد اللي متاح انك تمسك النادي، اعمل كل اللي انت عايزه. تشافي اروخو اللي عنده بطء وعنده تقل يلعب على الفونسو ديفيس عادي، تشافي اعمل اللي انت عايزه حبيبي. جوردي البا صابه للمره ال 50 مش لاقيين له بديل عادي، اوسكار مينجو زي سد كلمه المانجلي في الماتشات الكبيره بيضيع عادي، اديله يخربها عادي. تشتري في الماتشات الكبيره بيتكشف ان هو مش الحارس اللي يشيلك عادي، مش اي مشكله. ليه؟ عادي يا باشا، كل المشاكل دي عدت. فمفترض الجمهور يكون فاهم ان الازمه ازمه نظام، العيب في النظام كما قال الاسطوره برايس. العيب في النظام يا جماعه، العيب مش في عناصر ولا العيب في اشخاص، العيب في المنظومه. المنظومه كان فيها شخص فاشل زي بارتيمو، كان مهتم بكره السله وكان مهتم بكره اليد، والامانه كانوا بيحاولوا نتائج. وبعد ما مشي بارتيمو جالنا واحد عايش على الماضي وقال لك اروح اجيب بيب وارجع يوان كرويف من الترب ونعمل مشروع جديد بقى. فاكتشف ان بيب مش عايز يرجع، وكرويف مات، فراح جاب جوردي ابنه وقرر ان هو بسم الله ما شاء الله هيروح يجيب تشافي، وهو ده جوارديولا الجديد بتاعنا. بس المشكله ان احنا قاعدين دلوقتي بنتفرج على كل الحك ده وكلنا قرفانين وكلنا الشغف عمال يروح، لان مع كل خساره لبرشلونه بنقرف اكتر، ومع كل خساره لبرشلونه الموضوع بيبقى ممل اكتر. انا جيت عليا في الدقيقه 80 قررت ان انا اسوي الماتش ده، مش قادر اتحمل العك اللي بيحصل، مش قادر اتحمل كل القرف ده، مش قادر اتحمل كل المشاكل اللي احنا فيها. انا مش حتى عارف اقف في الملعب ند البايرن ميونخ، يبقى ما ينفعش ان انا اقول على نفسي فريق كبير وان انا اقول على نفسي ان انا منافس. ونفس الكلام اللي انا ما ينفعش ان انا اقوله كان بيقوله رئيس النادي بتاعي، ان انا منافس وان انا جاي اخد دوري ابطال وان انا موثق ان انا اعمل حاجه في بايرن ميونخ. اللي هو يا اخي انت لسه بتجري لحد دلوقتي؟ اه بس تشافي مشي معايا الخط عكس كومان. تشافي كان بيقول لك يا جماعه اللي مش واثق ان احنا نكسب بايرن ميونخ يطلع. تقدر انت تطلع دلوقتي؟ اتمنى تكون عرفت كومان مشي، اتمنى تكونوا عرفتوا ان كومان كان مدرب فاشل اه، بس الازمه ما كانتش فيه، الازمه ما كانتش في كيكي، الازمه ما كانتش في فالفيردي، الازمه ما كانتش في كل اللعيبه اللي بيتظلموا، الازمه ما كانتش في الشباب اللي بيتقتلوا دلوقتي نفسيا ان هم ينزلوا يلعبوا ضد بايرن ميونخ نسخه مكركه من كره القدم. ما ينفعش ان هم ينزلوا ويكونوا منافسين حتى لبايرن ميونخ. الفيديو ضرب مني اه، بس صراحه القصه الطويله الحزينه دي كنت لازم احكيها لك من البدايه. اتمنى تكون عرفت احنا ازاي وصلنا لمرحله اليوروبا ليج، واتمنى انك تكون عرفت ان احنا ماتش بنفيكا لو لعبناه 5000 مره مش مرتين بس مش هنعرف نكسب بنفيكا. اتمنى والله، بس اتمنى يعني.
مع احترامي يعني، لو كملت مع حد فانت برنس، والله اعمل لايك للفيديو ان اعجبك، كل اللي بيعجبك فبراحتك، اعتبر انك بتتفرج على برشلونه 90 دقيقه، ما جاتش على الثمان او التسع دقائق بتاع اخوك يعني.